أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، والبداية بأبرز العناوين. العرب اللندنية تصفية مستمرة لقادة الحراك العراقي استباقا للانتخابات. القدس العربية حرائق المحاصيل الزراعية وانتقادات للحكومة العراقية لتقصيرها في حفظ الأمن الاقتصادي. وفي تقرير للمدى العراقية تنقله من موقع المونيتر الإخباري الأمريكي، عمالة الأطفال تفشت في العراق ولا إحصاءات رسمية عن الأعداد. في زاوية مقالات يتساءل سيار الجميل في العربي الجديد، مشروعات أمريكية جديدة في المشرق العربي، لماذا وكيف؟ ويتساءل فيصل القاسم في القدس العربي، هل تنهار الهيمنة الأمريكية على الفضاء الإلكتروني؟ التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة العرب اللندنية إن تصفية مستمرة لقادة الحراك العراقي استباقا للانتخابات. واغتيال الوزني يحصر المعركة مع الأحزاب الشيعية المرتبطة بإيران. وشكل اغتيال إيهاب جواد الوزني الناشط البارز في الحراك الاحتجاجي في كربلاء عملية استفزاز مقصودة من قبل الميليشيات التي تفضل استئناف المواجهة مع المحتجين في الشارع على إجراء انتخابات مبكرة غير مضمونة النتائج لها وللأحزاب المرتبطة بها. قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية إن فصائل شيعية تخفي أعلامها وتندمج بالجيش العراقي خوفا من ضربات أمريكية. وتعتمد إيران سياسة توزيع الأدوار من خلال التفاوض من جهة، واستخدام أذرعها لإرباك القوات الأمريكية الموجودة على الأرض العراقية من جهة أخرى. عنونت صحيفة الشرق الأوسط حكومة الكاظمي في عامها الأول الرهانات والتحديات، فحين أدرك الفاعلون السياسيون أنهم بلغوا حافة الهاوية من حيث الفشل، لم يجدوا حلا وسطا بينهم وبين أعتى خصومهم من المتظاهرين كمحاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فالكاظمي شكل حكومة انتقالية هدفها إجراء انتخابات مبكرة، ومن التحديات التي واجهها مكافحة الفساد. وإلى القدس العربي، حرائق المحاصيل الزراعية انتقادات للحكومة العراقية لتقصيرها في حفظ الأمن الاقتصادي، حيث بدأت الحرائق تلتهم الزراعة في العراق مع حلول موعد حصادها. وحمل مراقبون الحكومة مسؤولية التقصير في حفظ الأمن الاقتصادي والمجتمعي، مؤكدين أن الحرائق باتت مسلسلا سنويا. وفي العربي الجديد نطالع العراق، سداد الديون المتراكمة ينتهي سنة 2048، حيث تشير الصحيفة إلى أن العراق يحتاج إلى 27 عاما لسداد ديونه المتراكمة، وهو يمر بأزمة مالية خانقة منذ تفشي الفساد الذي تسبب بخسارة مئات مليارات الدولارات. وفي تقرير لصحيفة المدى العراقية تنقله من موقع المونيتر الإخباري الأمريكي، عمالة الأطفال تفشت ولا إحصاءات رسمية عن الأعداد. فعمالة الأطفال هي أصلا متواجدة كجزء من حياة العراقيين اليومية. وتشير تانيا جيلي نائبة مديرة المنظمة الدولية المعنية بتأهيل الشباب لفرص عمل إلى أن المسبب الرئيسي المؤدي لزيادة عمالة الأطفال في العراق هو معدلات الفقر المتنامية. وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير.
من المقالات يتساءل سيار الجميل في العربي الجديد: مشروعات أمريكية جديدة في المشرق العربي، لماذا وكيف؟ يقول الكاتب: ليس هناك أي تفسير أمريكي بشأن ما يطرح من مشروعات تخص العالم أجمع وتعمل كي تنزع مشكلات قديمة لتزرع بدلا منها مشروعات جديدة تثير مشكلات أكبر وأعمق. ويكتب أسعد أبو خليل في الأخبار اللبنانية: إدارة جو بايدن في الشرق الأوسط، الإمبراطورية تعدل المسار. يقول الكاتب: ليست الإمبراطورية الأمريكية في حالة أفول محتوم، لكن ضعفا استراتيجيا يعتريها. وهذا الذعر الذي تعبر عنه أمريكا من صعود الصين يشير إلى خلاصة دراسات استراتيجية غير معلنة. ويتساءل فيصل القاسم في القدس العربي: هل تنهار الهيمنة الأمريكية على الفضاء الإلكتروني؟ ويرى القاسم أنه من المبكر الحديث عن ذلك، وذلك بفضل امتلاكها للغة الإنجليزية التي تحكم العالم، وبفضل نفوذها الهائل في المجال الإعلامي والفني مقارنة مع الصين وروسيا. لكن العالم يتغير، وبما أن الاقتصاد يقود بقية القطاعات فإن كل أشكال الهيمنة الأمريكية قد تتأثر تباعا. سينضم إلينا في حوار أسبوع الصحافة الكاتب الصحفي أديب العاني. يسعدنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من عمان الكاتب الصحفي أديب العاني. مرحبا بك أستاذ أديب إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. نبدأ الحوار أولا من التصفية المستمرة لقادة الحراك العراقي استباقا للانتخابات، واغتيال الناشط البارز في الحراك الاحتجاجي إيهاب جواد الوزني في كربلاء هي عملية استفزاز مقصودة من قبل الميليشيات التي تفضل استئناف المواجهة مع المحتجين في الشارع على إجراء انتخابات مبكرة غير مضمونة النتائج لها وللأحزاب المرتبطة بها. كيف تقرأ المشهد؟ نعم، شهد العراق منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول عام 2019 حملة واسعة من الاغتيالات والخطف والتهديدات التي طالت منظمي الاحتجاجات. واليوم نشهد عودة مسلسل للاغتيالات المنظمة التي شهدتها بغداد ومحافظات رئاسية أخرى. بدأت أنباؤها تتواتر وتثير مخاوف الشارع من عودة موجة الأنف جديدة تهدد الأمن الحش في البلاد. وآخر الاغتيالات التي طالت الناشط العراقي إيهاب جواد الوزني رحمه الله في محافظة كربلاء، حيث أطلق المسلحون النار عليه من مسافة قريبة أمام بيته وأرضه قتيلا. وهذا يدل على أن من ارتكب هذا العمل كان مترهي ومؤمن على فعلته هذه ومحمي من قبل جهات ساردة له. والمثل يقول: من أمن العقاب ساء الأدب. ويتعرض عدد من النشطاء والصحفيين في العراق بين فترة وأخرى لعمليات خطف واغتيال منظمة غامضة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. تعرضت عام 2016 إلى محاولة اغتيال تحولت إلى اعتداء بالضرب المبرح بعقاب المسدسات والبنادق، وهم أحدهم وضع مسدسه في رأسي وأراد أن يطلق الرصاص، لكن منعه أحد الأفراد الذين كان معه وقال اتركه، ووجه كلامه لي وقال: أنتم الإعلاميون إن لم تغلقوا أفواهكم سنغلقها بالرصاص. وبالتأكيد كانت هذه رسالة واضحة لكل الإعلاميين والنشطاء بالتهديد والاغتيال. ونحن نرى اليوم مسلسل الاغتيالات مستمر دون أن تكشف الحكومة على المجرمين ومحاسبتهم، فهي شريكة لهم. أما نحن فمستمرون بالكتابة وبرفع أصواتنا في سبيل الحقيقة والكلمة الصادقة وفضح كل فاسد وعميل وعن كل ما يزعج الجهل المقدس، والساكت عن الحق عميل وشيطان أخرس. نعم، الفصائل المسلحة تخفي أعلامها وتندمج بالجيش العراقي، وذلك خوفا من ضربات أمريكية، حيث تعتمد إيران سياسة توزيع الأدوار من خلال التفاوض من جهة
واستخدام أذرعها لإرباك القوات الأمريكية الموجودة على الأرض العراقية من جهة أخرى. ماذا يراد من ذلك برأيك؟ بالتأكيد قادة الفصائل يدركون جيدا أن القوات الأمريكية سوف تتحاشى استهداف مقرات الجيش العراقي أو الثكنات التي يرفع عليها العلم العراقي، وهذا حسب اتفاق مبرم مع الحكومة العراقية. وترفع هذه الفصائل رايات وأعلام خاصة بها مكتوب عليها اسم الفصيل المسلح وشعاره ولا ترفع العلم العراقي، لكنها اضطرت إلى الاحتماء بالعلم الحكومي بعد أن تيقنت أنها ستتعرض إلى ضربات قاتلة من قبل القوات الأمريكية. أيضا هناك ضغوطات أمريكية واضحة جدا تمارس منذ زمن قريب على الحكومة العراقية تدعو إلى حل الحشد الشعبي والفصائل المنضوية معه أو تقليصه أو الحد من تحركاته، ولا سيما تلك التي تتلقى الدعم والإسناد من الجانب الإيراني، بينما تستمر السجالات والتأويلات حول إمكانيات تنفيذ الحكومة العراقية قراراتها التي تخص فصائل الحشد الشعبي والتي وردت في الأمر الديواني رقم 237، والتي تنص على ضبط فصائل الحشد وضم تشكيلاتها إلى القوات المسلحة والتخلي عن مسمياتها وخضوعها لقرارات القائد العام للقوات المسلحة. وبالتأكيد أن بعض هذه الفصائل لن تتجاوب مع الحكومة، لا سيما أنها تعلن بوضوح وصراحة ولاءها الكامل لإيران، وبالتالي فهي غير ملزمة بقرارات العراق ولديها استعداد بضرب الحكومة وقصف المنطقة الخضراء والقوات الأمريكية إذا طلبت طهران منها ذلك. نعم، حكومة الكاظمي في عامها الأول الرهانات والتحديات، فالكاظمي شكل حكومة انتقالية هدفها إجراء انتخابات مبكرة، ومن التحديات التي واجهها مكافحة الفساد. برأيك هل الكاظمي كان بمستوى المسؤولية في مواجهة التحديات المتتالية؟ بالحقيقة لا يزال الموضوع يدور في دوامة تقييم حكومة الكاظمي وتحديد الموقف بالتفاؤل والتشاؤم، لأن هذه الحكومة يأتي على عاتقها مواجهة تحديات تراكمات الفشل والفساد وسوء الإدارة، والتي كانت جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط كاشفة لعدم وجود رجالات دولة ضمن الطبقة السياسية التي حكمت طوال 19 عاما. والتحدي الأخطر والأهم هو عودة الاعتبار للسلطة التنفيذية التي أصبحت في فترة حكومة عادل عبد المهدي واجهة لتنفيذ إرادات بعض الزعامات السياسية والإرادات الخارجية واتخاذ القرارات يتم عن طريق العلاقات الشخصية وليس وفق منظور رسم سياسات عامة. هناك مقولة لجان جاك روسو تقول أن الحاكم الفاشل لا ينتج سوى الخواء والفوضى والاضطراب، ولا يعطي مواطنيه سوى الفشل والظلم وذل العوز. فمنظومة الخراب التي تراكمت وترسخت في حكومة عبد المهدي كانت البيئة الخصبة اللي تستثمرها الطبقة السياسية في ظل حكومة الكاظمي والاستمرار بمصادرة الدولة. وحكومة الكاظمي لا زالت عاجزة تماما عن تحقيق أدنى مستويات الاستجابة لمتطلبات الجماهير، ولا تزال وظيفتها محصورة في خدمة المنظومة السياسية القائمة على أساس تقاسم مؤسسات الدولة وتحويل الثروات الاقتصادية إلى مصدر ريعي للأحزاب والزعامات السياسية التي تهيمن على القرار السياسي، إضافة إلى أن هناك تحديات أخرى المتوزعة تواجه الكاظمي ما بين اقتصادية وسياسية وأمنية وصحية، فضلا عن نزع سلاح الميليشيات وإعادة بناء العلاقات متوازنة مع دول الجوار والحوار المزمع مع الولايات المتحدة، كلها ملفات مهمة تحتاج إلى حل. ننتقل إلى الشأن الاقتصادي. حرائق المحاصيل الزراعية وانتقادات للحكومة العراقية لتقصيرها في حفظ الأمن الاقتصادي، حيث بدأت الحرائق تلتهم الزراعة في العراق مع حلول موعد حصادها. لماذا حرائق المحاصيل الزراعية في العراق باتت مسلسلا سنويا؟ بالتأكيد تقع مسؤولية حماية الاقتصاد والزراعة في العراق على الحكومة، وبما أن حرائق المحاصيل الزراعية باتت مسلسلا سنويا كان واجب على الحكومة اتخاذ تدابير احترازية في الحد من هذا المسلسل السنوي. حرائق المحاصيل الزراعية ليست حوادث عرضية، وإنما هي حوادث متعمدة في فترات معلومة يقوم بها مجموعة من المخربين لصالح دول إقليمية تسعى في ضرب الاقتصاد العراقي لتصدير اقتصادها إلى العراق. وأن غياب الإجراءات الاحترازية أو عدم جدواها يدلل على أن هناك فاعل يستطيع أن يستثمر هذا الموسم
للقيام بهكذا فعاليات، وهذا سوف ينتج عنه أضرار بالأمن الاقتصادي ذات تأثير على الأمن والسلم الأهلي والمجتمعي. طيب، مراقبون ومحللون سياسيون يحملون الحكومة مسؤولية التقصير في حفظ الأمن الاقتصادي والمجتمعي في عموم البلاد، ويرون أن العراق يحتاج إلى 27 عاما لسداد ديونه المتراكمة. ما الذي أوصل العراق إلى هذه المرحلة؟ بالتأكيد أستاذ حسان، تتحمل الحكومة العراقية كل ما يحصل من ألوان الأضرار التي تحصل في البلاد، كونها هي التي أخذت على عاتقها حماية البلاد والمجتمع وصيانة الأمن الاقتصادي والمجتمعي، وأن المحاصصة المقيتة تتحمل مسؤولية تدمير المنظومة الأمنية والتي جعلت منها صفقات بيع وشراء للمناصب، والذي أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والسياسي. إضافة إلى أن الاقتصاد العراقي اليوم يعاني من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونية، إذ خصص مبلغ أكثر من 15 مليار دولار لترديد مستحقات وفوائد الدين خلال عام 2019 نتيجة زيادة في الاقتراض خلال السنوات العشر الماضية، وهذا يعود إلى الفساد المالي والإداري المنتشر في البلد، وذهاب هذه الأموال إلى جيوب الأحزاب لتمويل أنشطتها بدل التنمية المستدامة. ففي عام 2003 وصلت مديونية العراق إلى ما يقارب 120 مليار دولار قبل أن تتم تسوية الدين مع بعض البلدان من خلال دفع أصل الدين فقط دون أي فوائد، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة والصندوق النقد الدولي. وحسب آخر إحصاء لصندوق النقد الدولي، بلغ مجموع الدين أكثر من 85 مليار دولار، ويضم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة وشراء الكهرباء والغاز من إيران، في حين يبلغ دين الداخلي 40 مليار دولار، أغلبه للبنك المركزي والمصارف الحكومية العراقية مثل الرشيد والرافدين والبنك العراقي للتجارة وهيئة التقاعد الوطنية. مشكلة العراق تتمثل في ضعف الرقابة، فالأموال التي دخلت البلد من النفط تقدر بتريليون دولار منذ عام 2003 وحتى الآن، وهذه الأموال كفيلة ببناء البلد وعدم الاقتراب من أي جهة أخرى خارجية أو داخلية. نعم، في تقرير لموقع المونيتر الإخباري الأمريكي، عمالة الأطفال تفشت في العراق ولا إحصاءات رسمية عن الأعداد، فعمالة الأطفال هي أصلا متواجدة كجزء من حياة العراقيين اليومية، وهو ما تشير إليه تانيا جيلي، نائبة مديرة المنظمة الدولية المعنية بتأهيل الشباب لفرص عمل، وتقول إن المسبب الرئيسي المؤدي لزيادة عمالة الأطفال في العراق هو معدلات الفقر المتنامية. كيف تقرأ تفشي ظاهرة عمالة الأطفال في العراق؟ نعم، تشير ظاهرة تشغيل الأطفال إلى استغلال الأطفال في أي شكل من أشكال العمل، بما يحرم الأطفال من طفولتهم ويعيق قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة، ويؤثر تأثيرا ضارا عقليا وجسديا واجتماعيا عليهم ومعنويا. وهذا الاستغلال محظور بموجب تشريعات في جميع أنحاء العالم. منظمة العمل الدولية أصدرت العديد من الاتفاقيات والقرارات التي تعالج شؤون العمل المختلفة، منها الاتفاقيات الثمانية التي تمثل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل، إضافة إلى قرار رقم 138 وقرار 182، وينص هذين القرارين على القضاء الكامل على عمالة الأطفال قبل سن إتمام التعليم الإلزامي. أما عمالة الأطفال في العراق فتشكل حالة من التراجع الإنساني والأخلاقي والتربوي، بالرغم من وجود الكثير من الإمكانيات والثروات التي تحيط بهذا البلد، إلا أن كل ذلك لا يقود إلى تجاوز هذه الظاهرة التي نشاهدها بشكل يومي وفي أماكن ومجالات ومناطق مختلفة من العراق. أيضا أستاذ أديب، في ذات السياق، العراق يواجه أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية هشة، وفي ذات الوقت أيضا يصارع الصعوبات في تنفيذ حملة التطعيمات للحد من تفشي وباء كورونا. لماذا برأيك؟ العراق يجد نفسه اليوم عند مفترق طرق، وهو محصور في شرك الهشاشة، ويواجه حالة من عدم الاستقرار المتزايد والعديد من الأزمات، ويتوقع أن يسجل العراق أسوأ إداء له على صعيد النمو السنوي الإجمالي الناتج المحلي منذ عام 2003، لأنه بإمكان العراق حتى في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا
وصدمة أسعار النفط والاحتجاجات التي تفجرت في الآونة الأخيرة، أن ينتهج السبيل الذي يؤدي إلى النمو المستدام والسلام والاستقرار ورفع مستوى معيشة شعبه. وبالتأكيد هذه الأوضاع الهشة أثرت بشكل كبير على الوضع العام في البلاد وتأثيرها المباشر على حياة الأسر العراقية بشكل خاص، إضافة إلى مسببات أخرى منها وباء كورونا الذي استشرى في البلاد بشكل كبير. بسبب هو أن العراقيون أغلبهم لا يبالون بالوباء ولا يثقون باللقاح، إضافة إلى الخوف والشائعات التي يطلقها بعض الجهلة من أن هذه اللقاحات سوف تؤدي إلى عواقب أخرى. ولهذا تواجه حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في العراق تعثرا منذ شهور مضت. ننتقل إلى الشأن الدولي. تساؤل يقول: ما الرسائل التي حملها وفد البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط؟ وهذه الزيارة بالتأكيد هدفها إبلاغ الأطراف نية الولايات المتحدة تحويل الأقوال إلى أفعال، وأيضا القيام بخطوات ملموسة مقبلة على طريق رسم خطوط الدور الأمريكي. برأيك هل سيتغير الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط مستقبلا؟ طبعا هناك وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة يقوم خلال هذه الأيام بجولة موسعة في الشرق الأوسط تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر والأردن وقطر. وهذا الوفد برئاسة منسق الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بيرت ماكغريك، يشمل كذلك موظفين كبار من وزارة الدفاع والخارجية بينهم كبار المستشارين السياسيين في وزارة الخارجية ديريك شوليف ومعاون وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود ورئيسة مكتب الشرق الأوسط في وزارة الدفاع دانا ستروي. وهذه المجموعة تشكل أعلى مستوى من الزيارات للمنطقة منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض في مطلع العام الجاري. وبالتأكيد أهداف هذه الزيارة تأتي لضبع على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط والخليج العربي بشأن التحركات العسكرية الأمريكية في الفترة القادمة، والتي ستشمل انسحابا وإعادة تموضع للأفراد العتاد في المنطقة، وكذلك إطلاع الحلفاء على خطط واشنطن لجهة العودة للاتفاق النووي مع إيران والحث نحو تخفيض التوتر مع قطر وتركيا وإيران. كذلك تهدف هذه الزيارة إلى سلسلة من الانسحابات العسكرية الأمريكية من المملكة العربية السعودية وبلدان أخرى كأفغانستان، إضافة إلى مناقشة قضية الحرب في اليمن والدور الأمريكي المحتمل في المفاوضات المرتقبة بين الحوثيين والمملكة. لكن المحور الأهم في هذه الزيارة هو الاتفاق الجديد المزمع عقده بين إيران والولايات المتحدة في فترة ما يزال فيها أمن المملكة مهددا من قبل إيران وميليشياتها. ونحن نشهد خلال هذا الأسبوع تصاعد عمليات الاقتتال ضد إخواننا في فلسطين وخاصة في الحرم القدسي وباب العمود وغيرها من المناطق. تحاول بعض هذه الفئات والعصابات الإسرائيلية من الحد من تصاعد الثورة في داخل فلسطين. العالم حاليا يتفرج على هذا الموضوع ولم ينبس لحد الآن بأي حركة تجاه هذا. كل اللي عم يصير مجرد تهدئة الأوضاع وإصدار بيانات، ولا زال القتال مستمر في الأراضي المحتلة إلى حد هذه الساعة. نعم، في ختام الحوار أشكرك أستاذ أديب، الشكر الجزيل لمشاركتك معنا. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.